سؤال عادة ما يتردد في الأذهان، أنه لماذا ذكر هذان الإمامان في الدعاء بالرغم من أن شهر رجب شهد مناسبات كثيرة، منها مولد الإمام الباقر عليه السلام، ومنها مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، فلماذا تم تخصيص الإمامين الجواد والهادي بالذكر؟ الرواية والدعاء وارد عن طريق السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الحسين بن روح النوبختي. كما تعلمون أن في فترة الغيبة الصغرى كان هناك 4 سفراء للإمام المهدي، من أوضحهم وأبرزهم ولعله من أكثرهم آثاراً الحسين بن روح السفير الثالث، وهذا له خصائص كثيرة الآن لسنا في صدد التعرض إليها، لكن كانت تأتي من خلاله الأسئلة ويرسلها إلى الإمام، والإمام عليه السلام يجيب عليها وتنتشر بين الناس. يظهر أن أحد الأسئلة كانت حول ولادة الإمامين الكريمين الجواد والهادي عليهما السلام، وأن سائلا يسأل عن شهر ولادتهما في أي الشهور كان، فجاء الجواب بصيغة دعاء: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب. وفي هذا الجواب فائدتان: الفائدة الأولى توضيح الزمان وهو شهر رجب، والفائدة الأخرى كون ذلك في ضمن دعاء سوف يتلى، إذ لو كانت الإجابة مجرد جواب عادي لنفترض أن الإمام أجاب بأن ولادتهما كانت في شهر رجب، لم يستفد المؤمنون هذا الدعاء الطويل المفصل الذي يقرأ في أيام شهر رجب المرجب. فإذا ولادة الإمام عليه السلام الإمام الجواد كانت في شهر رجب، وجواب الإمام عليه السلام كان على قدر ما طلب من السؤال، لم يكن في صدد الحديث عن كل المناسبات الموجودة، وإنما كان في صدد توضيح هذه الجهة، وجاء التوضيح على صورة جواب ودعاء وتوسل وزيارة في نفس الوقت.